لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الأدب والنصوص لطلاب الصف الثالث ثانوي الأدب وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي أعزائي الطلاب بتحليل نص طربت وعادتني المخيلة، واليوم نكمل ما تبقى من تحليل القصيدة ثم ننتهي من التعليق عليها. إذا درسنا اليوم أعزائي الطلاب قصيدة طربت وعادتني المخيلة، تحليل النص ثم التعليق عليه. ذكرنا في الدرس الماضي كيف بدأ الشاعر أو كيف استهل قصيدته بالمقدمة الطللية، ثم انتقل بعدها إلى الحال التي آل إليها بعدما حلت عليه لعنة تلك النظرة، ثم كيف توهم بالسحر وبغير ذلك، وكيف رد على الناس الذين قالوا إنه مسحور، إلى أن وصل إلى المقطع الثاني. وقد كان التخلص من هذه المقدمة إلى الفخر مناسبا جدا، وهنا إشارة إلى ما ختم به المقطع الأول من الفخر بنفسه. إذا كان التخلص من هذه المقدمة إلى الفخر مناسبا جدا، إذ لاحظوا أنه بذر بذوره عندما أشار أثناء مدافعته عادليه إلى المكانة والفروسية التي يتمتع بها، أي إن الشاعر استطاع أن يدافع عن نفسه من خلال إظهار فروسيته أمام من كان يلومه على ذلك الضعف الذي حل به. فلا غرو إذن أن يستنف هذا الفخر، فيبين في بداية المقطع الثاني أنه جدير بأن يخضع لسلطانه البدو والحضر لولا ما يعترضه من عوائق، وذلك لما يمتلكه من قوة وحكمة وسداد رأي، ثم لما يستند إليه من أمجاد تليدة بدت صورها المتلاحقة في بقية هذا المقطع. تتجلى تلك الأمجاد عزيزي الطالب في أنهم سادة فاتحون أضاءوا العالم بما امتلكوه من قوة وعلم، فكان لسيوفهم في حواشي كل داجية فجر، حتى إن البشرية قد غيرت سنانها بما نشروه بين أبنائها من قيم ومثل، فكأن الأفلاك تتفزع والدهر يتلفت للسيد منهم إذا استل غرب سيفه. وغرب السيف كما قلنا هو الموضع القاطع من السيف. وهكذا يبدو أنه ليس في هذا البيت من مبالغة إذا فهمناه على هذا النحو، كما تتجلى تلك الأمجاد فيما شاد من بنيان، وما أعد من جيوش، وما خاض من حروب تدل على حب العرب للخيل ذات المواصفات المتميزة، وهي تقطع الفيافي وكأنها أسراب النعام المسرعة التي لا تلوي على شيء، وما تخوض حربا حتى تعود مكللة بالنصر، فهي نزائع معقود بأعرافها النصر، أي أنها لا تعود إلا وقد كللت بأريج النصر. وفي ذلك أيضا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. إذن الشعر في هذا القول نزائع معقود بأعرافها النصر فيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. أما الكرم العربي القديم فهو ظاهر في
في تلك الأفنية الخضر التي هي مراتع الضيوف ومنازلهم، كما هو ظاهر في تلك العادة العربية القديمة، إذ يوقد الرجل العربي النار على رؤوس الجبال فيهتدي بها السائرون ليلا إلى مضاربه فينالون من كرمه ما ينالون. إذن هنا إشارة إلى العادة العربية القديمة، كان العربي يوقد النار على رأس الجبل حتى إذا ما كان هناك مسافر في الليل يهتدي إليه، فكان العرب يتسابقون على من يستقبل الضيف، وكان العرب يتسابقون من منهم ينال أو يستقبل ذلك الضيف، فإذا ما جاءه الضيف ليلا فإنه مضرب مثل له في الكرم والجود، فيهتدي به أو بها السائرون ليلا إلى مضاربه فينالون من كرمه ما ينالون. ولعل في ذلك أيضا ما يذكرنا بقول الخنساء في رثاء أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. والعلم هنا هو الجبل، الجبل الذي أشعلت في رأسه أي في قمته النار حتى يهتدي بها الناس، يهتدي بها الضال أو السائر في الليل إلى مضارب القوم لينال من كرمهم. وإذ يصور الشاعر تلك النار في صورة الاستعارة المكنية، وهي تمد يدا نحو السماء خضيبة، فقد جعل للنار يدا وهي ليست بذلك، استعار اليد من الإنسان للنار. إذن تمد يدا استعارة مكنية، فقد شبه النار بالإنسان الذي له يد، حذف المشبه به وأبقى دليلا عليه وهو اليد على سبيل الاستعارة المكنية. ونركز على هذه الاستعارة، تمد يدا أي أن النار، أي إن النار تمد اليد وهي استعارة مكنية، فإنما دل بذلك على كونها نار خير وبركة وكرم وإحسان، فما أكثر ما تكون النار أداة هلاك وتدمير، إلا أن النار هنا في صورة الشعر هي نار الخير والبركة والكرم والإحسان. ثم تكون الإشارة إلى نهاية ذلك الماضي المجيد مفصحة عن اعتراف الشاعر بما انتهى أو بما انتهي إليه أمر أسلافه، وهو اعتراف حزين يعلل تلك النغمة الحزينة التي سيطرت على القصيدة منذ بدايتها. ومرد ذلك إلى أنه كان يعيش في تلك الفترة حالة من الإحباط والخيبة نتيجة خيبة مسعاه في لم شمل الأمة، ثم ما انتهى إليه ذلك من نفيه إلى سرنديب. ومع ذلك يلاحظ أن الحزن لم يخرج البارودي عن طوره، إذ نراه يلجأ إلى الحكمة فينهي بها قصيدته على عادة أسلافه من الشعراء. إذن أيضا نركز هنا على هذه الفكرة، ختم قصيدته بالحكمة على منوال الشعراء القدماء، على منوال أسلافه الذين كانوا ينهون قصائدهم بالحكمة. وأول تلك الحكم هي أن الموت قيد للحي وأسر له، وهو قول يذكرنا ببيت طرف بن العبد في العصر الجاهلي: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. إذن هذا البيت أيضا كان الشاعر يشير فيه إلى أن الموت هو قيد للإنسان، إذن لا بد للإنسان في النهاية أن يموت، وهذه الحكمة التي أرادها الشاعر في هذا البيت. وأن أيام هذه الحياة الدنيا لا تعد كونها منازل، يحل بها المسافرون لفترة ثم يغادرونها ليحل بها مسافرون آخرون، وأن المرء على ذلك لا ينبغي له أن يطمع بالخلود فيها، إلا أنه يسعى ويعمل ويكد ويجتهد، وهو يعلم أنه إنما يعمل ضمن نطاق محدود هو العمر. إذن كل ما يفعله هو في الختام للموت، وذلك كله في قوله: وما هذه الأيام إلا منازل يحل بها سفر ويتركها سفر، فلا تحسبن المرء فيها بخالد، ولكنه يسعى وغايته العمر، أي أن كل عمله لن يكون خارج إطار ذلك العمر، وبه يختتم حياته. ومن خلال هذا التحليل أعزائي الطلاب يتبين لنا أن قصيدة البارود هذه وجميع شعره كانت إحياء للشعر العربي في مجده السابق واستعادة له. إذن نتذكر هذه الجملة
قصائد البارود أو شعره كان إحياء للشعر العربي في مجده السابق واستعادة له، كما كانت مثالا له في بنائه وفي أفكاره وفي صياغه وتراكيبه، إذ استطاع البارودي أن يقرأ الشعر العربي القديم وأن يستوعبه وأن ينسج على منواله وفي ذهنه أن يعيد له مجده السابق كما كان لدى الكميت والمتنبي وأبي فراس. بل إننا لنجد أن حياة هؤلاء قد تمثلت في حياته، إذ جمع السيف إلى القلم والأدب إلى السعي من أجل المجد والسؤدد، فكان أن نفي إلى جزيرة سرنديب كما قلنا فقضى فيها السنين طوال وهو يجتر الحنين إلى موطنه وإلى الجهاد، كما كان الحمداني يحن إليهما في أسره ببيزنطة. قلنا إن أبا فراس قد أسر لدى الروم وقال فيها القصائد التي سميت بالروميات، وإن قصيدته هذه توضح لنا في معانيها سعيه من أجل استعادة مجد أمته. ونركز أيضا على أن هذه القصيدة شاكلت، أي بمعنى شابهت، شاكلت القصائد العربية القديمة في استفتاحها بالمقدمة الغزلية. إذن إن البارودي في هذه القصيدة قد شاكل، أي شابه، القصائد العربية القديمة عندما استفتح قصيدته بالمقدمة الغزلية وفي براعة الاستهلال. ضع تحتها خطا براعة الاستهلال بقوله طربت، وفي حسن التخلص، والمقصود هنا في حسن التخلص براعة الشعر في الانتقال من وصف لواعج الحب إلى الفروسية إلى الفخر بأمجاد الآباء السابقين. إذن حسن التخلص عندما استطاع أن ينتقل من وصف لواعج الحب وهو المقطع الأول إلى الفروسية ثم إلى الفخر بأمجاد الآباء السابقين، وفي إصابة التشبيه وطرافة الاستعارة وجمال الكناية، ثم في فخامة الألفاظ وفي جزالتها، ذلك إلى جانب خلوها، أي خلو هذه القصيدة من التكلف ومن الزخرفة البديعية التي كانت سمة الشعر قبل البارودي. وبهذا التعليق عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من درس اليوم. آمل أنكم قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا الدرس، وإلى لقاء جديد بكم. أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.